شوفوا ما أفخم هالزبدة، زبدة الفول السوداني اللي محضرتها بالبيت بأسهل طريقة. ليكوا قوامها شو حلو. أول خطوة بدنا نحمص الفول السوداني. حمصت الكمية كلها، رح أتركها تبرد على القليل تكون دافية بس نطحنها. رح أعملهم على دفعتين. رح نفتح كل شوي ونشيل الأطراف من كل الجهات ونرجع نكمل طحن. بهيدي المرحلة رح حط رشة ملح وملعقة كبيرة من العسل أو ملعتين ورشة ملح ونكمل طحن. رح اكتفي بهيدا القوام. شوفوا كيف صار. هيدي الدفعة الثانية ملح. هيدا قوامهم بالشمس وبالضو، هلا هن بينطحنوا أكيد أنعم، بس حسب المكنة كمان اللي عندكم بالبيت.